فضت أول طائرة تجارية إسرائيلية على أرض دولة الإمارات يوم أمس تحديداً الاثنين، في ضوء طبعاً اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات عقب إلغاء أيضاً قانون مقاطعة إسرائيل في دولة الإمارات، مما بيعني أنه يمكن الآن تبادل السلع التجارية القادمة من إسرائيل وأيضاً الرحلات الجوية بين البلدين. ولكن طبعاً ما فينا ننسى أنه هذا الموضوع حساس جداً للشعب الفلسطيني، ولذا نشر يوم أمس الشيخ عبد الله بن زايد رسالة للجالية الفلسطينية في دولة الإمارات، بأكد فيها أن الإمارات ستظل حاضنة لهم ولأسرهم أيضا، وأن خيار اتفاقية السلام هو خيار استراتيجي للمنطقة وللمستقبل. رح أترككم مع الفيديو. السلام عليكم، سعدني أن أتحدث إليكم عن بعد وأن أثمن دور الجالية الفلسطينية الإيجابي في نهضة هذا البلد بكل فخر ومثابرة. نرى قصص نجاح كبيرة لإخواننا من الفلسطينيين تضاف إلى قصص النجاح العديدة التي تحققت على أرض الإمارات خلال العقود الماضية، وساهمت في النمو والتطور الذي ارتقت إليه بلادنا. أحيي مبادرتكم اليوم في تأسيس نادي الصداقة الإماراتي الفلسطيني، وهي خطوة هامة تعكس الروابط الأخوية التي تربط بين يدينا، وتساهم في توطيد التواصل وترسيخ العلاقة الأخوية بين الشعبين الإماراتي والفلسطيني. اليوم والإمارات تتخذ قرارها السيادي من أجل السلام والمستقبل، وأكد لكم أنكم في بلدكم الثاني بين أهلكم، كما أؤكد على أن هذه العلاقة ثابتة وراسخة ولن تتغير.